علمي وفق الاحتياج المستقبلي ولجميع الاختصاصات. ويتم إعداد المقاتل في سلاح الجو وتهيئته وبناؤه وتربيته وفق مبادئ وقيم تراثنا العربي وحزبنا العظيم حزب البعث العربي الاشتراكي. تلك التربية التي جعلت المقاتل العراقي يشعر بمسؤوليته تجاه وطنه وكرامة انتمائه لهذه الأمة دفاعا عنها. وفي كلية القوة الجوية والدفاع الجوي تبدأ مرحلة جديدة في إعداد النسر العراقي، فأصبح للعناية بالأفراد الدور الأكبر خلال هذه الفترة لما في ذلك من أهمية خاصة. ونالت المؤسسات التعليمية الجوية الشيء الكثير من الاهتمام الذي تستحق، وتوسعت بشكل يلائم قيامها برفض التشكيلات الجوية بالأفراد المؤهلين، وأدخلت فيها أحدث وسائل التعليم والتدريب، وتم تزويدها بأحدث الأجهزة الفنية. ويتلقى الطلبة مختلف الدروس العلمية التي تخضع جميعها لعلم الطيران. وبعد هذه السنوات من الدراسة التطبيقية يكون الطالب نسرا مستعدا لأداء مهماته القتالية. وقد برزت القدرة القتالية لطيارينا خلال كل ممارساتهم، لأن التفوق لا يمكن أن يكون بدون قدرات قتالية متطورة، وأن استعداد نسورين الأشاوس النفسية والفكرية والبدني يؤهلهم لخوض أقسى المعارك والخروج بالنصر الأكيد، وأن قوتنا الجوية مستعدة دائما وفي أتم الجاهزية للقتال ولتنفيذ مختلف الوحيد.